السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا معكم فراس أبو عصبة من منظمة بذور من أجل الإنسانية. جماعة الخير، باسمي وباسم مؤسسي منظمة بذور وجميع متطوعي منظمة بذور نشكركم من أعماق القلب. جماعة الخير، خلال 3 أيام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضلكم، بفضل كل، حتى للي ما تبرع، حتى اللي شارك المنشور، حتى اللي دعم من بعيد، قدرنا نعمل معجزة. خلال 3 أيام قدرنا نكفل 439 عائلة كريمة شريفة وطاهرة من أهلنا في قطاع غزة المتواجدين للعلاج في تركيا، كفالة بكل الأشياء الأساسية اللي بتحتاجها أي عائلة، زائد كفالة بوجبات إفطار لكل شهر رمضان ووجبات سحور لكل شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، فشكرا من أعماق القلب. هاي شغلة أولى. شغلة ثانية، للي ما بيعرف يا جماعة الخير، حتى من بداية الحرب إحنا بنحاول قدر الإمكان، رغم الصعوبات وطيل الانتظار ورغم الأشياء المركبة، إحنا بنحاول قدر الإمكان نشتغل في قطاع غزة عن طريق إدخال شاحنات من معبر رفح بالشراكة مع منظمات حقوق إنسان معترف فيها دوليا وعالميا ومصرح لها بالعمل هناك إن شاء الله. وكل إشي بنعمله هناك ضمن بروتوكولات بشكل قانوني واضح وشفاف. هذا الإشي مستمر، تقدروا تفوتوا على هايلايت إلنا موجود على إنستغرام وتشوفوا العمل العظيم اللي موجود اللي عملناه هناك. اسم الهايلايت صندوق غزة. الآن يا جماعة الخير، حابب أقولكم إنه إحنا مستمرين إن شاء الله بمحاولة كفالة شاحنات اللي تفوت على قطاع غزة عبر معبر رفح، ومستمرين في دعم العائلات الغزاوية الموجودة في تركيا كل الوقت خلال شهر رمضان وبعد شهر رمضان إن شاء الله رب العالمين. بالإضافة زي ما أنتم بتعرفوا، إحنا من 7 سنين بتواصل مع اللاجئين السوريين أهلنا وأحبتنا اللي عانوا من ويلات الحرب ومن ويلات الظلم كل الوقت بآخر 14 سنة. إحنا موجودين عشانهم، ما قطعناهم مش من بداية الحرب لغاية الآن. وهي أيام مباركة وساعات مباركة، ندعوكم إنكم تتبرعوا أيضا لهاي المشاريع اللي راح تشوفوا نتائجها وتوثيقات لإلها قريبا جدا. للاشتراك والتبرع وجمع الحسنات في هاي الأيام المباركة كل المعلومات موجودة بالمنشور. جزاكم الله ألف خير، شكرا مجددا، وسلام الله عليكم.